تخلص من العقبات. أولاً حدد هدفاً رئيسياً، ثم اسأل لماذا لم أصل هناك بالفعل؟ ماذا يؤخرني؟ اكتب قائمة بكل ما يمكنك التفكير فيه. ثانياً، انظر داخل نفسك وواجه احتمالية أن مخاوفك وشكوكك هي أكبر حواجز تقف في طريق النجاح. ثالثاً، حدد القيد أو العامل المقيد بداخلك أو داخل الموقف والذي يحدد السرعة التي تحقق بها هدفك. رابعاً، قم بتطوير عدة تعريفات لمشكلتك أو عقبتك الرئيسية، ثم اسأل ماذا يمكن أيضاً أن يكون المشكلة؟ خامساً، حدد أفضل الحلول لديك كهدف، وضع موعداً نهائياً، وضع خطة عمل، ثم انهمك في العمل على خطتك، اعمل عليها كل يوم إلى أن يتم حل المشكلة أو إزالة العقبات.